بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل الكلام في بيان ما يستفاد من الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. قلنا الحكم الأول أن أتباع الرسل هم الذين يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وينهون عن الشرك بالله عز وجل. الثاني مما يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الأنبياء أن طريقة الأنبياء وأتباعهم واحدة، طريقة واحدة مضطردة من أولهم إلى آخرهم، فكل الأنبياء جاءوا بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك أتباع الرسل فإنهم يقومون بهذه المهمة التي جاء بها الرسل، وهي الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ثالثا في الآية الكريمة أنه لا يليق بالله جل وعلا أن يختار لرسالته ونبوته من يدعو الناس إلى الشرك، كما تقوله اليهود والنصارى من أن الرسل أمروهم بعبادة أنبيائهم وأحبارهم ورهبانهم، كما قال سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهم يكذبون على أنبياء الله وينسبون إليهم أنهم أمروهم باتخاذ الأنداد والأوثان وأنهم اتخذوهم شفعاء عند الله سبحانه وتعالى ووسائط لهم عند الله، كما يكذبون. رابعا يستفاد من الآية الكريمة أنه يجب على من علم شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعمل به وأن يعلمه للناس حتى يكون من العلماء الربانيين ومن أتباع الرسل. أما من اقتصر على نفسه وترك الدعوة إلى الله وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا لا يكمل اتباعه للرسل عليهم الصلاة والسلام، بل يكون عنده نقص عظيم، ويكون تاركا لواجب عظيم، وهو نشر العلم وتبليغه للناس. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فهذا يكون ممن كتم
ما أعطاه الله من العلم. وقد قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وجاء في الحديث أيضا: من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فلا يجوز كتمان العلم، بل يجب على كل من عنده علم أن يبلغه للناس وأن ينشره في الناس وأن يدعو الناس إليه، ولا يجوز له أن يقتصر على نفسه ويترك الناس وهو يراهم على ضلال، فإنهم سيتعلقون به يوم القيامة. وأيضا يؤخذ من الآية الكريمة أن العلم لا يتعلم إلا لأجل العمل والدعوة إلى الله، ولا يتعلم العلم لأجل المدح والثناء والمنزلة عند الناس من أجل أن يقال هو عالم. فقد جاء أن من أول من يسحب إلى النار رجل تعلم ليقال هو عالم وقد قيل. وجاء أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليماري به من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو ليباري به العلماء، أو بمعنى هذه اللفظة يعني من أجل أن يعد من العلماء ومن أجل أن يترفع على الناس وليس له قصد إلا هذا، فإنه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث والوعيد الشديد في حق من تعلم وعمل ولكنه كتم العلم ولم يبينه للناس، إلا ما يشرع كتمانه مما قد يزيد الناس شرا إذا بين لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال له إن حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيء من لا يشرك به شيئا، فقال معاذ رضي الله عنه: أفلا أخبر الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تخبرهم فيتكلوا. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.